برحب بكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم. هنعيش معاكم حاله من النوستالجيا مع الاحداث اللي مرت علينا عشان نودع السنه بذكرياتها وندخل السنه الجديده 2023 واحنا عارفين النقطه اللي واقفين عندها فين، مركزين احنا عايزين نبتدي منين ونكمل منها ان شاء الله.